هنا العدد هنا العدد المركب من الأعداد المركبة يا إخوة، يعني مركبة من كلمتين، يعني 11 اثنى عشر 13 هكذا، من 3 إلى 9، من 11 إلى 19 فقط، يعني 11 اثنى هكذا. أولا سندرس العدد 11 فقط أو 11 فقط، فهمتم؟ هنا يا إخوة حكمه أولا يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعني هذا مذكر هذا مذكر، هذا مؤنث هذا مؤنث، لا يخالف، فهمتم؟ التمييز بعضه مفرد منصوب. بالمناسبة هنا هذه الأعداد من 11 إلى 19 تمييزها مفرد منصوب دائما، كل الأعداد مفرد منصوب من 11 إلى 13. المهم يبنى على فتح الجزئين في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. انظر هنا، رأيت فعل وفاعل، 11 يعني الجزئين، فهمتم؟ هكذا 11 الجزئين، نقول عدد مبني على فتح الجزئين، على فتح ماذا؟ الجزئين. هنا رأيت فعل وفاعل، رأيت ماذا؟ فعل وفاعل. هنا 11 مفعول به، لذلك هنا سنقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل ماذا؟ نصب، في محل نصب مفعول به، فهمتم؟ كذلك هنا 11 كوكبا، هنا كوكبا تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتح. نلاحظ أولا هنا كوكبا مذكر، كوكبا ماذا؟ إذا 11 جاء ماذا؟ مذكر أيضا، لا يوجد تاء مربوطة هنا مثلا. كذلك التمييز مفرد منصوب، يبنى على فتح الجزئين، يعني كل عدد مبني على فتح الجزئين، يعني انظروا الجزء الأول مبني على الفتح والجزء الثاني مبني أيضا على الفتح، لذلك نقول عدد مبني على فتح الجزئين. مبني يعني مثلا لا يكون منصوب فتحة ضمة كذا، فتح دائما. مبني يعني الحركة ثابتة، الحركة ماذا؟ ثابتة. فهمتم هذا؟ يعني مثلا نأخذ مثال آخر، أين أقول مثلا حضرت، انظروا حضرت إحدى عشرة فتاة. نلاحظ هنا 11 سيكون عدد، هنا عدد مبني على فتح الجزئين في محل، في محل ماذا؟ حضرت رفع ايه؟ في محل ماذا؟ فاعل. في محل رفع فاعل. طب وفتاة، فتاة تمييز مفرد منصوب. نلاحظ هنا ان كلمة احدى، انظروا لم اقل احدى، قلت احدى، لان احدى هنا بتاء التانيث، الف التانيث المقصوره. نعم المقصوره. وفتاة تمييز مفرد منصوب، فهمتم هنا؟ فهمتم ماذا اقصد هنا؟ كذلك ايضا انا قلت مثلا سلمت على أحد عشر طالبا. إذن هنا 11 سنقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل ماذا؟ جر.
نعم في محل جر، في محل ماذا جر؟ لأنه قبله اسم مجرور. إذا هنا العدد 11، العدد 11 ماذا؟ 10، يكون مبنيا على فتح الجزئين، على فتح ماذا؟ الجزئين. كذلك أيضا في محل رفع أو نصب أو ماذا؟ جر أو جر. فهمتم هذا؟ كذلك هنا التمييز مفرد منصوب، نعم طالبا تمييز مفرد منصوب يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعني إذن يا إخوة العدد 11 حكمه أولا يوافق المعدود تذكيرا وماذا؟ وتأنيثا، يبنى على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر، مثل ما قلنا سلمت على 11 طالبا، إذا هنا سنقول طالبا عدد مبني، عدد مبني على فتح الجزئين، على فتح الجزئين في محل ماذا؟ جر، لأن على هنا اسم ماذا؟ اسم جر مجرور. طب هنا طالبا، هنا طالبا ماذا؟ تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا هنا هكذا مذكر، هذا ماذا؟ مذكر. طب هنا العدد 12 حكمه يوافق المعدود تذكيرا وماذا؟ تذكيرا وتأنيثا، التمييز مفرد منصوب، الجزء الأول يعرب إعراب المثنى، يعني الجزء الأول يعرب إعراب المثنى. طب هنا الجزء الثاني، الجزء الثاني يكون في محل جر بالإضافة، يعني قال الله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. نلاحظ هنا أن 12 هنا ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. المهم 10، سأقول 10 هنا مبني، اسم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، لأنني قلت أن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى. انظروا إذا هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. والجزء الثاني مبني في محل جر بالإضافة، إذا الجزء الثاني هذا مبني في محل جر بالإضافة، وهنا هذا عينا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هكذا مثلا أنا أقول مثلا حضر 12 رجلا. نلاحظ هنا أن رجلا هنا ماذا؟ مذكر. كذلك إثنى، أنا أقول إثنى وإثنتا، إثنى للمذكر وإثنتا للمؤنث، إذا إثنى كذلك أتت ماذا؟ مذكر. إذا هنا ماذا؟ مذكر مذكر، إذا هنا يوافق، هنا ماذا؟ يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. الجزء الأول يعرب إعراب ماذا؟ المثنى. كذلك ممكن أيضا أقول مثلا إذا إثنتا، إثنى فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى، وعشرة مثل ما قلنا هنا مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة، ورجلا تمييز. كذلك أيضا أنا قلت مثلا رأيت اثنتي عشرة مثلا فتاة. نلاحظ أن كلمة فتاة هنا ماذا؟ مؤنث، وكلمة اثنتي هنا ماذا؟ مؤنث. انظروا يوافق عنده 12. المهم هنا اثنتي، هنا سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ماذا؟ لأنه مثنى.
وعشرة هنا ماذا؟ مبني على فتح، على الفتح في محل جر بالإضافة. هكذا. إذن هنا الجزء الأول يعرب يا رب ماذا؟ المثنى. نلاحظ هنا ماذا الجزء الأول الذي هو إثنى أو إثنتين. هنا مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه مثنى. هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. طب الجزء الثاني مبني في محل جر بالإضافة. مثلا انظروا هنا مبني، سنقول عشرة مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. فهمتم؟ طب هنا الأعداد، الأعداد من 13 إلى 19، يعني 13 14 15 16 إلى 19. الجزء الأول يخالف، الجزء الثاني يوافق في التذكير والتأنيث. يعني طالبا هنا مذكر، نجد الجزء الأول ماذا؟ مؤنث. إذا هنا مخالف، يعني الجزء الأول ماذا؟ يخالف. الجزء الثاني يوافق. انظروا عشرة هنا مذكر، هذا أيضا هنا ماذا؟ مذكر. كذا. إذا ونقول هنا حضر 13 رجل. إذا 13 سأقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع. كذلك أيضا أنا قلت مثلا رأيت هنا أربعة عشرة طالبة. نلاحظ هنا أن طالبة هنا ماذا؟ مؤنث. أنا قلت هنا أن الجزء الأول ماذا؟ يخالف. إذن الجزء الأول ماذا؟ مذكر. فهمتم؟ الجزء الثاني يوافق. نلاحظ أن هنا عشرة ماذا؟ مؤنث. والعدد أربعة عشرة هذا عدد مبني، عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، لأن رأيت فعل وفاعل. فهمتم؟ كذلك أيضا في القرآن، في القرآن عليها 19، عليها 19، التقدير 19 ملكا. إذا نلاحظ أن كلمة ملكا هنا ماذا؟ مذكر. انظروا نحن كنا الجزء الأول ماذا؟ يخالف. إذا هنا ماذا؟ مؤنث. إذا هنا مخالف، مذكر ومؤنث. الجزء الثاني يوافق، يعني نقصد الجزء الثاني هنا ماذا؟ يوافق. إذا هذا موافق، انظروا مذكر. طب وتسعة عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ. عندكم هذا؟ إذا هنا العدد 11، العدد ماذا؟ 11 يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. كذلك العدد 12 يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. تمييز مفرد منصوب، تمييز مفرد منصوب. أما العدد 11 مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، حسب موقعه في الجملة. نقول عدد مبني على فتح الجزئين، إذا هو فاعل في محل رفع فاعل، مفعول في محل نصب مفعول، وهكذا. طب هنا العدد 12، الجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني عدد مبني في محل جر بالإضافة. تمام؟ طب هنا الأعداد من 13 إلى 19، الجزء الأول يخالف،
الجزء الثاني ماذا؟ يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. العدد يكون مبني على فتح الجزئين في محل رفع مثلا فاعل او مبتدا، او في محل نصب مفعول، او في محل جر اسم مجرور، وهكذا.